الله، لكم مني أحلى سلام يا رفاق السلام. أفكار تأتينا ونحن في أمكنة رائعة مميزة ما شاء الله، ترفع الهمة مثل هذا المكان. نحن في مراكش الحمراء، موضوع اليوم بعنوان أحسن ما لدى الإنسان. أفكار: أحسن ما لدى الإنسان عشقه للمكان، تذوقه لجزئيات الزمان، ملامسته لأمان موجود فيه حقا ليس بالضرورة في المكان. مرة يصنع ألحانا عبر دندنات تجعله فنانا، صاحب ذوق في استخدام الألوان، باحثا عن شيء يرممه يقويه ويعطيه راحة وأمان. ومرة يكلم ذاته عمق نفسه بخطاب يحترم كثيرا قيمة أروع إنسان، ومرات عديدة يستغفر ربه العظيم المجيد المنان سبحان الله الرحمن. أحسن ما في روح الإنسان أنه يتعلم ويفهم ويقدر ويستثمر ويسمو ويتميز، وبهذا ينتج ماذا؟ ينتج أعظم إنسان. الدليل أمامي وخلفي وبجانبي، كل الناس أو جلهم عندهم نفس الهم ونفس الآمال. أحسن ما لدى الإنسان قلب جميل وعمل جليل ونفع نقول فيه أنبل تحليل. أحسن ما يصنفنا ويرقينا نحن كإنسان، جذورنا، كينونتنا، حالنا، اعتبارنا، وكذا فخرنا بهذا الجيل. اسمعني ولاحظ معي، عرفاننا بثقافته وفكره ورفعته واندفاعه، نتذوق عمله الأصيل. هذا الجيل، وأنا أقولها وأرددها كل يوم، يذكر أو يعني هو يذكرنا بتميزه بإشعاعه وتفرده. نلاحظ ما يجنيه ويضفيه وما يعطيه، يطور ذاته وقدراته ويفهم بطريقته، لكنه يطلب بالإلحاح أن نفهمه كي يشفي بل يصفي الغليل. أذكر ما شاء الله يعني بإتقانه للغات وإلمامه بالثقافات، حرصه على العلوم والآداب والتكنولوجيا والكثير من التخصصات، كل هذا دفعه للتفرد في زمن صعب. شعاره إتقان العمل وبذل الجهد. جيل له اجتهاد وإيمان وعنفوان، أقل ما نقول فيه أنه جيل نبيل. هذا رأيي خاص ورأيكم كذلك. نفعنا الله به وبعلمه ووعيه ونهضته كذلك، وجعل رب العالمين لنا ولكم أحسن بديل. حياكم الله أيها الغاليين.